فيلم أنت مان أند ذا واسب كوانتومينيا، أول فيلم في المرحلة الخامسة لعالم مارفل، بس هل كان فيلم عليه الكلام أم مجرد محطة وجسر لهذه المرحلة؟ طبعا هذا أكثر فيلم لمارفل كنت متحمس له في هذه الفترة أول ما شفت التريلر. كبداية القصة عن خطأ من كاساندرا بنت أنت مان، وهذا الخطأ ينقلهم للعالم الكمي. جدا اتحمست للقصة، لكن شفت التركيز كله عن علاقة أنت مان ببنته والعالم الكمي هذا اللي اتبنى. كان عالم غريب وفي شخصيات ما أعرف إيش يبغوا، وأنا شخصيا متوقع إني كنت حشوف عالم مشابه للي شفناه في إند جيم، مع إنهم ما قصروا في المؤثرات البصرية، كانت رهيبة. شخصية جانيت كانت مؤثرة وهي اللي شايلة الفيلم مع شخصية كانغ، بس كأني سمعت إنه كانغ المفروض يقارن بثانوس وإنه يسمى قاتل الأفينجرز. أبدا ما شفت هذا الشيء وما في أي مقارنة، في أشياء كثير ما هي منطقية. للأمانة حسيت إنه فيلم طفولي، كأني قاعد أتابع فيلم سباي كيدز على إم بي سي 3. فأنا أشوف إنه هذا الفيلم عملوه كجسر في بداية المرحلة الخامسة، وإنه في أشياء أفضل راح تجي. في النهاية تقييم الشخصي لهذا الفيلم هو 6/10. سلام.